بتجمع اللينس، بتجمع الريز اللي جايه عشان تظهر لي الايمج في الاخر اللي هي بالنسبه لي السنسور بتاع الكاميرا. فلو جيت دلوقتي، لو جيت دلوقتي للكاميرا، انا دلوقتي هي مشابهه للعين. انا اول حاجه عندي لينس، وبعد كده عندي حاجه هنا في الجزء ده اسمه ابيرتشر. الابيرتشر ده اللي بيظبط لي او انا عايز قد ايه ضوء يدخل لي الكاميرا عشان في الاخر الصوره تتكون لي على السنسور. مشابهه للعين بالظبط، ان انا عندي نفس الكلام، لينس، عندي قرنيه، في الاخر ريتنا اللي الريز كلها بتتجمع في الاخر وتديني الصوره، الايمج اللي انا محتاجها او الاوبجكت اللي انا شايفه. وده التحليل الكامل للكاميرا، ان انا عندي في الجزء ده بالظبط الابيرتشر ديت هي اللي بتظبط لي قد ايه ضوء انا عايزه عشان في الاخر الصوره تظهر لي. اي حاجه تانية اي ريس ده تانية هتقع على اللينس فهي مش هتدخل، لان انا ظابط اصلا فتحه العدسه من جوه عشان تدخل لي كميه ضوء او ريز معينه عشان تظهر لي الايمج او الاوبجكت اللي انا شايفه. بعد كده ده صور توضيحيه كلها للابيتشر والكاميرا مقارنه بالعين. اول حاجه هنتكلم عنها الايمج. الايمج ده دلوقتي، انا دلوقتي عشان اصور، انا دلوقتي الايمج المفروض بتبقى 2 دايمنشنال بروجكشن. طيب الفايده الكاميرا دي في الاخر ان هي بتهيئ لي العالم اللي انا عايشه، اللي هو من 3 دي اوبجكت، من 3 دي بروجكشن ل 2 دي بروجكشن، عن طريق حاجتين. اول حاجه في الايمج ببقى براعيهم من خلال الجيومتريك، وعندنا حاجه اسمها الفوتومتريك. الجيومتريك لازم اشوف، مثلا لو انا شايف كوبايه مثلا لازم اعرف البوزيشن بتاعتها، لازم احدد لها بوينتس معينه، لازم احدد لها لاينز معين، ولازم برضو بحدد لها كيرفات معينه عشان اقدر اطلع الايمج بتاعتي بصوره واضحه. عندي تاني حاجه اول الفوتومتريك، ببقى دلوقتي لازم اكون مهتم بالانتنسيتي بتاعتها وبالكالرز بتاعتها بكل حاجه. يعني دي كلها انفورميشن عن الايمج عشان لما تخش جوه الكاميرا تظهر لي بمواصفات معينه او بنفس الشكل اللي انا شايفه. طبعا الكاميرا بتحول لي العالم زي ما قلت، بتحول لي الاوبجكت اللي انا شايفه او الايمج اللي انا شايفها من 3 دي دايمنشن بروجيكشن ل 2 دايمنشن بروجيكشن، ودي كانت العلاقه ما بينهم. يعني بعد كده احنا دلوقتي عندنا اكتر من موديل ديفينيشن، بس اول حاجه هنتكلم عنها الكاميرا موديل ديفينيشن. هي ايه فائده الكاميرا موديل ديفينيشن؟ زي ما انا وضحت من شويه ان انا دلوقتي كل موديل من المودلز اللي هتكلم عنها دلوقتي بتحول لي العالم بتاعي من 3 دي دايمنشن ل 2 دايمنشن بروجيكشن. من خلال بقى المودلز اللي انا هتكلم عنها، فاحنا هنعرف بالتحديد الكاميرا موديل ديت ايه فائدتها معانا او ايه الاختراع ده بالنسبه للكاميرا. اول حاجه هنتكلم عنها البين هول كاميرا، ودي طبعا المودلز كاميرا اللي انا هتكلم عنها النهارده. اول حاجه البين هول كاميرا موديل، بعد كده الاورثوجرافيك بروجيكشن، وعندنا برضو نوع من الموديل اسمه السكيلد اورثوجرافيك بروجيكشن، وعندنا البارا برسبكتيف بروجيكشن، وعند البرسبكتيف بروجيكشن. اول حاجه هتكلم عنها البين هول كاميرا. البين هول كاميرا انا عايز اوضحها، بس لازم بس الدكتور انا اوضحها اكتر يعني على الايمج عشان بس الكل يفهمها. اول حاجه البين هول كاميرا دي انا بالنسبه لي دي الكاميرا اصلا، تمام؟ فانا عندي حاجتين، انا دلوقتي كشخص واقف معايا الكاميرا، فبالنسبه لي دي الكاميرا، وبالنسبه لي ده الاوبجكت اللي انا شايفه. طيب انا دلوقتي البين هول ديت لو انا اي واحد مثلا شايف مثلا دلوقتي قدامه مثلا كوبايه، فطبعا الاوبجكت ده او الكوبايه دي بيتسكت من عليها شعاع بيخش من خلال اللينس اللي هي بالنسبه لي انا كشخص، وبالتالي تتكون لي في الاخر في الريتنا اللي هي الريتنا عندي في العين عشان يظهر لي الشكل. بس هنا البين هول كاميرا بتوضح لي اول حاجه ده الاوبجكت اللي انا بتكلم عليه، فدلوقتي تم اسقاط شعاع اهو دخل من البين هول كاميرا فتكون لي الشكل مقلوب. وده لو احنا برضو رجعنا لايام الاعدادي احنا كنا درسنا حاجه مشابهه لكده، فبالتالي كل شعاع هيتم اسقاطه، يعني الشكل دلوقتي الاوبجكت ده هو معدول، لا هو هيبان لي في الايمج بتاعتي او على السنسور بتاعي ان هو مقلوب. فانا دلوقتي عشان احسب او انا عشان اشوف الصوره بتاعتي دي هتتكون ازاي جوه، فلازم اعمل حاجه زي نظام حائط كده او احط ورقه في النص بنسميها احنا فيرتشوال ايمج بلين. طيب الفيرتشوال ايمج بلين دي ايه فايدتها؟ ان انا دلوقتي عندي الاوبجكت ده لما يخش البين هول دي
في الاخر هيتكون لي على الايمج بين اللي جوه دي هتبقى الصوره مقلوبه. فانا طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احسب دلوقتي البعد بتاع الاوبجكت ده اللي هو قدام الكاميرا ده هيبقى جوه الكاميرا هيبقى عامل ازاي؟ او هيبقى هو البعد بتاعه عامل ازاي جوه الكاميرا؟ طيب بنحسبه ازاي؟ عن طريق حاجه عندنا اسمها الفوكال لينز. الفوكال لينز ده بيبقى من عند البعد بتاعي من اول البعد اللي هو البين هول كاميرا لحد السنسور بتاعي اللي هو اظهار الصوره بتاعتي او اظهار الايمج او الاوبجكت بتاعي اللي انا عايز اظهره. طيب الفيرتشوال ايمج دي طبعا احنا بنستخدم حاجتين اتنين عشان نحسبها. اول حاجه انا دلوقتي اعرف الايمج دي، لازم اعرف الايمج دي هي الاكس والواي بتوعها اللي هي الكوردينيتس بتاعتها الاكس والواي بتوعها. طيب دي حاجه لازم اكون عارفها. لازم اكون عارف تاني حاجه الفوكال لينس بتاعها، ودي حاجه احنا بنسميها اسمها انترستك. الانترستك بتاعتنا ديت لازم دي انفورميشن للصوره عشان توضح لنا هي ازاي بتخش الكاميرا. ثالث حاجه ان انا بكون بعمل برضو الماثماتكس بتاعتها، واحنا بنسميها الاكسترنسك بتاعتنا اللي هي بحسب بقى الاكس والواي والزد. طيب انا هفهم الكلام ده ازاي؟ هفهمه دلوقتي لحضرتك، هفهمه دلوقتي عن طريق ماثماتكس بسيطه للبين هول. هي دلوقتي بالنسبه لي البين هول دلوقتي عباره عن اكس وواي، بس انا دلوقتي موقفه عند الزيرو زيرو لان انا دلوقتي الكاميرا ثابته. فانا بالنسبه لي ده الاوبجكت اللي انا بتكلم عنه او البوينتس اللي انا بتكلم عنها. فانا دلوقتي عملت ايه؟ انا عملت اسقاط شعاع او اي اسقاط خط مستقيم من البوينت اللي انا عايزها او الاوبجكت او الايمج اللي انا شايفه لحد الكاميرا. طيب لما انا عملت الاوبجكت ده او انا عملت الخط المستقيم ده انا هستفاد ايه؟ انا قلت دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها الايمج فريم، فالايمج فريم ديت برضو عباره عن اكس وواي عشان قلت الشكل اللي هو اللي في الحقيقه بيظهر لي في الكاميرا بشكل مختلف اللي هو بشكل مقلوب، فانا عايز اعرف البعد بتاعه جوه الكاميرا هيبقى عامل ازاي. فانا بعمل دلوقتي عمرت برضو في الغلاف او الورقه بالنسبه لي اللي هو الفيرتشوال ايمج ديت اللي هو الاكس والواي، ونقطه التقاطع بتاعه البوينت دي هي دي الصوره اللي انا او هي دي الايمج اللي انا هحسب عليها البعد. فانا دلوقتي هعرف هي في اتجاه يعني في الاكس مشيت قد ايه وفي الواي قد ايه عشان اقدر او يبقى عندي انفورميشن كامله عشان ادخلها الكاميرا وبالتالي جوه تظهر لي بالشكل اللي انا عايزه. فدلوقتي زي ما هو موضح كده ان انا عملت خط مستقيم وادي البوينت اللي انا بتكلم عليها اللي هو دلوقتي هتبقى على الايمج فريم، وبالتالي لما تيجي داخله الكاميرا هتظهر لي دلوقتي هعرف البعد الرئيسي بتاعها. انا عندي الزد ده اللي هو ايه؟ ده الزد اللي هو ما بين الكاميرا وما بين الاوبجكت او الايمج او الايمج اللي انا شايفها، يعني دي الصوره اللي انا شايفها في الحقيقه. فانا دلوقتي عشان اعرف دي كلها القياسات بتاعتي اللي انا عشان اعرف هي بتخش الكاميرا عامله ازاي. في حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ او حد مش فاهم حاجه من اللي انا قلتها؟ تمام يا باشمهندس، اكمل ولا حد، لو في اي حد مثلا عنده سؤال او في حد سقط منه حاجه ممكن يسال. طب ممكن تكمل يا احمد، ولو في حاجه ممكن مثلا نساله فيها في الاخر او كده عشان الفرصه خلاص البرزنتيشن ماشي اوكي او عادي نشوف لو الناس. ممكن سؤال؟ اتفضل. هي الايمج فريم دي انا بستخدمها عشان يقلب لي الشكل صح في جوه الكاميرا، مش دي عشان القصه احسب صح؟ البعد بالظبط كده. يعني انا مستخدمت الايمج فريم دي ليه؟ انا استخدمت الايمج فريم لان الشكل في الاخر طلع لي على السنسور. لو انا طلعت فوق كده انا دلوقتي عندي الشكل ده اتكون لي في السنسور جوه مقلوب. ليه؟ لان انا عندي بين هول كاميرا، فانا لو انا سقطت شعاع الشكل اللي فوق بتاع الاوبجكت ده هيبان بالشكل المقلوب زي ما انت شايفه كده، وبالتالي يعني الشكل من تحت هيبقى فوق والشكل اللي فوق هيبقى تحت. عشان لو انا برضو جيت اظبطها عن طريق مثلا ان انا خليت مثلا صباعي عامل دايره كده بسيطه وقعدت ابص فيه مثلا على شكل معين هتلاقي الشكل اللي فوق تحت او الشكل اللي فوق يعني اللي تحت فوق واللي فوق تحت لو انا ظبطت مثلا فتحه معينه بس من الايد. فانا دلوقتي عملت ايه؟ عملت الفيرتشوال بلين ديت عشان احسب البعد الرئيسي والصوره معدوله عشان اعرف هي البعد الرئيسي بتاعها او البعد الاساسي بتاعها جوه الكاميرا عامل ازاي. شكرا. لو برضو يعني الدنيا مش مظبوطه عيد تاني مش مشكله. لا تمام شكرا. ماشي كمل يا احمد ماشي كمل. تمام.
تاني حاجه، تاني موديل هتكلم عنه الاورثوجرافيك بروجيكشن. الاورثوجرافيك بروجيكشن دلوقتي انا عندي الايمج ده اسهل من البين هول كاميرا، بس معظم الناس أحمد دلوقتي أحمد نعم. بس أنا كنت عايزك ترجع بس الحتة كده، وأنا معرفش أنت شكلك بقى كده ما ضفتهاش. يعني في الجزء ايه هنا المفترض، يعني أنت بتتكلم المفترض إن إحنا محتاجين الـ التكوين بتاع الإيكويشن بتاع الماتريكس، إزاي هو كماثماتيك نقل النقطة من الـ 3 وورلد كوردينيت للـ 2 دي. فهنا المفترض إحنا عن طريق، يعني بص يا شباب كده، احنا هو اصلا بيجي هنا بيكون عن طريق حاجه اسمها التشابه ما بين المثلثات، فيبدا يقدر يحسب المابنج اللي حصل من ال 3 دي بوينت لل 2 دي، عشان بعد كده احنا الماتريكس دي او الكاميرا ماتريكس دي احنا هنستخدمها في عمليه الكالبريشن. فانا مش عارف انت عملتها ولا لا. لا انا كل اللي عملتها ان انا عملت اللي هي الماث برزنتيشن الريبرزنتيشنز بتاعتها بس وخلاص. او حضرتك مثلا لا كنت محتاج الماثماتكس بتاعتها يعني؟ ايوه، ما احنا الماثماتكس عشان الكالبريشن، لان النهارده بص البوينت اللي هي البي اللي هي الموجوده في 3 دي، لو كل الناس عند اه البوينت بالظبط البي اللي في اليمين خالص، ايوه دي النقطه دي اه موجوده بالظبط كده في 3 دي في 3 دي في ال 3 دي وورلد بالظبط كوردينيت، اه تمام. بالظبط فهو اصبح اه دلوقتي انا بقت هي موجوده عندي في الايمج فريم دي النقطه. طب فانا باجي حلو ببدا ايه، باجي احسب عن طريق الماثماتيك حاجه عن طريق التشابه ما بين المثلثات، فباخد من عند النقطه اللي جوه البلين دوت، تمام، البي اللي جوه بقى، مش البي اللي هي البي ايوه اللي جوه بالظبط ده اللي مش ايوه بلين، بالظبط تمام، دي ايوه دي وابدا اه ارسم مثلث، تمام، المثلث ده عشان ابدا احسب الاحداثيات بتاعه الايه الاحتساب بتاعت النقطه، الاكس والواي بتاعتك اه ايوه تمام، واجي اخد الايه المثلث الكبير من البي للسي للزد مثلا، تمام. تمام فانا بقى عن طريق تمام التشابه ما بين المثلثات اقدر احسب الايه الماتريكس، لان بعد كده الماتريكس دي مهمه عشان الكاميرا كالبريشن، احنا هناخدها بعد كده فين في الكاميرا كالبريشن، تمام. تمام فبالتالي انت تقريبا كده الماثماتيك بتاعها، يعني الناس تحاول تبص عليه عشان الجزء الجاي الناس، عادي انا ممكن ابقى اظبط الماثماتكس بتاعتها واضيفها ايوه للبرزنتيشن ظبط وابعتها مش الماثماتيك مشكله. قبل، لان اللي هيجي يشرح المره الجايه الكالبريشن هيحتاج الاول يكون عارف يشوف الماتريكس دي اتكونت الماثماتكس ازاي، بتاعتها خلاص ماشي تمام، عشان هظبطها الشكل الايه الماتريكس الكالبريشن او الماتريكس الكاميرا ماتريكس، بعد كده احنا تمام هنستخدمها عشان نطبق عليها الايه الكالبريشن، تمام تمام. جدا ماشي فالنقطه دي انت تجهزها المره الجايه بحيث الناس تقدر تشوف ايه الماثماتكس بتاع الكاميرا اه ماتريكس، انا وبعد كده تمام اللي هيشتغل بقى الكالبريشن هياخد المفترض الماتريكس دي، واحنا نبدا نشوف ازاي بقى بيبدا يحسب الانترنسيك والايه والاكسترنسيك بارامترز عشان ايه يفاين تيون البارامترز بتاعه الماتريكس يعني، خلاص تمام. ماشي تمام ماشي حاضر تمام انا هظبط الماثماتكس بتاعتها واضيفها هنا بعد الصوره بتاعت الماس او ديت تبقى تقولها المره الجايه في اول 5 دقايق، وبعد كده اللي هياخد التاون كالكوليشن يكمل يعني، خلاص تمام ماشي تمام مفيش مشكله حاضر تمام حاضر ماشي. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الاورثوجرافيك بروجيكشن. الاورثوجرافيك بروجيكشن دي هي بالنسبه لي دلوقتي اسهل من البين هول كاميرا. ليه؟ لان انا دلوقتي ما بقاش عندي لينس او بقى عندي بين هول يعني انا دلوقتي لا عندي بين هول ولا عندي لينس ولا عندي اي حاجه. فانا كل الحاجات اللي ظاهره لي دلوقتي ان انا اسقط عمودي على الاوبجكت او على الايمج اللي انا عايزها. انا عندي دلوقتي تو اوبجكت او تو ايمج دلوقتي انا عايزهم يظهروا. فالشكل ده بيوضح لي ان الشكل اللي هو في الحقيقه او انا الكاميرا دي شايفه اوبجكت او شايفه ايمج معينه البعد ما بينها انفينيتي انا ما اعرفوش تمام. فانا سواء الشكل ده بعيد زي ما انا وضحت اللي هو الانفينيتي سواء الشكل ده قريب فانا هجيب الشكل ده يعني الصوره هتظهر لي او الصوره هتظهر لي في السنسور بشكل واضح يعني مش هتختلف. يعني انا دلوقتي في البين هول كاميرا فوق لو الاوبجكت ده بعد عن البين هول كاميرا فهتلاقي الشكل ظاهر في السنسور في البين هول هيبقى شكله صغير. طب لو انا قربته من الكاميرا فهيبقى ظاهر لي في الكاميرا بشكل كبير. هنا بالنسبه لي سواء بعدت او قربت فانا بالنسبه لي في الاخر الاوبجكت ده او الايمج دي هتظهر لي برضو بنفس الشكل مش هيتغير حجمها. فانا دلوقتي اصلا مفيش موديل بيقول كده او يعني انا ما شفتش موديل. انا عملت سيرش برضو يا دكتور لو حضرتك برضو تفيدنا في النقطه دي. انا عملت سيرش ان ما لقيتش اصلا الموديل ده بيستخدموه لان مفيش حاجه اسمها البعد ما بيني وما بين الكاميرا بيبقى انفينيتي. انا لازم اكون عارف بعد قد ايه ولازم اكون الكاميرا تحت بيبقى لها بوينت اكس وواي وزد وعشان اقدر اطلع الايمج او الاوبجكت في الاخر على السنسور تمام كده. هو ده بيستخدموه شويه في الكمبيوتر جرافيكس يعني، فالمهم بس انت ايه اعرفه على اساس ان انا السايز بتاع الاوبجكت ما بيتغيرش سواء انت
ابعدت او قربت من الكاميرا، بس الكلام ده بيستخدموه اكتر مع الكمبيوتر جرافيك. بس احنا عندنا اللي هو البروجيكشن او الموديل الاولاني هو اللي بيحاكي الهيومن ايز، فاحنا بنشتغل عليه يعني. تمام تمام. فهو نفس الشكل برضو يعني في الصوره دي، برضو عامل برضو زي فيرتشوال ايمج برضو بالنسبه لي، وعمل برضو تقاطع برضو للبوينت اللي هو التو ايمج اللي هو البي والكيو. ودلوقتي زي ما دلوقتي هو موضح لي في الايكويشنز بتاعتها، الاكس في الاكس في الصوره هي ايكوال اكس في الحقيقه، والواي نفس الكلام في الصوره هي الايكوال الواي في الحقيقه، فما فيش اي اختلاف، لان دلوقتي ما فيش اي حاجه، لان ما فيش لينس او ما فيش بين هول توضح ان الشكل ده هيظهر على السنسور ازاي، غير ان هو الشكل ده هيطلع في الاخر واضح سواء بعت او قربت. بعد كده هتكلم عن حاجه اسمها السكيلد اورثوجرافيك بروجيكشن. هي نفس الاورثوجرافيك بروجيكشن، بس كل الحاجه اللي انا عملتها دلوقتي ان انا حطيت سكيلد. السكيلد دي بالنسبه لي ايه؟ السكيلد دي بالنسبه لي لو انا ماسك مثلا كاميرا موبايل محمول، الكاميرا الموبايل دي انا دلوقتي بعمل عايز مثلا قدامي شكل، قدامي مثلا كوبايه مثلا معينه، فانا عايز اعمل زوم للشكل او اكبر اصغر، فدلوقتي السكيلد ده هو بالنسبه لي زي الزوم بالظبط. فانا دلوقتي نفس الكلام، كل كان الاكس فوق هي الاكس في الصوره هي ايكوال اكس في الحقيقه، لا انا حطيت حاجه اسمها سكيلد. السكيلد ديت هي بالنسبه لي اللي هي الزوم. فانا برضو نفس الكلام عملت فيرتشوال ايمج. هو كل التخيلات بتاعتهم او كل المودلز اللي انا هقولها هي عباره عن افتراضات هم وضعوها زي نظام فيرتشوال ايمج في النص كده، عشان يقدروا يحسبوا البعد بتاع الاوبجكت ده في الحقيقه هيبقى البعد بتاعه جوه الكاميرا عامل ازاي، او هيظهر في السنسور في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. فانا بحسب البعد بتاع البعد ده هيبقى جوه الكاميرا عن طريق حاجه اسمها الفوكال لينس. فالايكويشنز بتاعتها ان الاكس في الاكس في الكاميرا هي الاكس في الصوره هنا هي ايكوال الاكس في الحقيقه، والواي نفس الكلام في هت ايكوال الاكس السكيلد في الاكس في الحقيقه، والواي في الصوره ايكوال السكيلد في الواي في الحقيقه. عن طريق ال 2.4 في حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ طيب اكمل. طيب لو كمل يا اتفضل يا باشمهندس. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها البرسبكتيف بروجيكشن. البرسبكتيف بروجيكشن ده انا لما شفته يا دكتور انا لقيته هو مختلف عن المودلز كلها اللي فوق. فان هو دلوقتي عمل خلى الكاميرا دلوقتي الكاميرا هي بالنسبه لي هي الجزء ده كده، وبالنسبه لي دول التو بوينت برضو نفس الشكل نفس الاشكال اللي انا شرحتها فوق او الموديل فوق. فبالنسبه لي دلوقتي ان خلى الكاميرا وخلى الايمج فريم كلهم موازيين لبعض، يعني الاثنين بشكل توازي. فبالنسبه لي ان الايمج فريم از بارلل تو كاميرا، يعني دلوقتي الايمج فريم ده موازي للكاميرا. فانا بالنسبه لي في الاخر هعرف احسب الزد بتاعي او هعرف البعد بتاع الاوبجكت ده، يعني هعرف البعد الرئيسي بتاع الاوبجكت ده ما بينه وبين الكاميرا قد ايه. انا في الموديل اللي فوق كلها انا ما كنتش بحسب الزد، انا كنت بحسب الاكس والواي بتاعتي، فما كنتش عارف البعد بتاع الاوبجكت او الايمج ده من الكاميرا قد ايه. يعني انا دلوقتي ما كنتش في خلال المودلز اللي فوق كلها ما كنتش عارف ان الموديل ان الاوبجكت دي او الايمج دي هي بعيده عن الكاميرا قد ايه. فانا دلوقتي الموديل ده بيوضح لي الزد او البعد الرئيسي ما بين الاوبجكت او ما بين الايمج دي والكاميرا قد ايه. فده اللي انا فهمته من الاوبجكت ده. فانا كنت بسال بس حضرتك يا دكتور بس سؤال في الجزئيه دي، هل البرسبكتيف بروجيكشن ده هل احنا بالفعل في الحقيقه احنا حاليا احنا بنستخدمه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بنستخدم البروجيكشن ده. انا برضو لما انا عملت سيرش لحاجات كتير احنا لقيت الاستخدام الكتير اللي احنا بنقوله عن البين هول كاميرا بس. على البرسبكتيف في بعض الاستخدامات برضو، بس يعني على حسب بقى الايه لما تدخل ادفانسد شويه في الكمبيوتر فيجن ممكن تروح بقى في الاستيريو بيستخدموها والكلام ده، في الاستيريو كاميرا والكلام ده. تمام ماشي بس يعني ايه انا بس خلينا نعرف المودلز دلوقتي وبعد كده على حسب الاستخدام لما نشوف يعني ايه احنا هنوصل لفين بالظبط. خلاص ماشي اوكي تمام ماشي اكمل. اكمل. وانا بس هو كان النت فصل فانا ما
ورجع فما جمعتش انا معاك في الجزء الاولاني، بس مفيش مشكله كمل كمان. طيب حد عنده سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ لا تمام. طيب انا كنت دلوقتي بقول ايه، احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها الانترنسيك بارامتر وعندنا حاجه اسمها الاكسترنسيك بارامتر. طيب ايه الانترنسيك بارامتر وايه الاكسترنسيك بارامتر؟ انا دلوقتي لو انا رجعت خطوه كده، انا دلوقتي عندي حاجه اسمها الايمج فريم. الايمج فريم ديت لازم اعرف الكوردينتس بتاعتني بتاعه الاوبجكت ده او الايمج دي، لازم اكون عارفها، لازم اكون عارف الاكس والواي بتوعها، ده الكوردينتس بتاعتي. طيب لازم اكون عارف الفوكال لينس بتاعي تمام، ولازم اكون برضو عارف السكيل بارامتر بتاعتي اللي هي بالبيكسل. طيب ايه هي الاكسترنسيك؟ الاكسترنسيك دي هي الماثماتكس اللي انا كنت بحسبها، ان لازم الاكس هي اتحركت قد ايه والواي اتحركت قد ايه، وبناء على الحاجات دي انا هعرف الوضع بتاع الصوره فين. طيب ده الاكسترنسيك والانترنسيك، اللي هو الاكسترنسيك ان انا بحسب كل الماثماتكس بتاعتي اللي هي في الاخر الاوبجكت دي بتظهر لي في السنسور ازاي تمام، وده الايكويشنز بتاعتها او الماثماتكس بتاعتها اللي هم بيحسبوا بيها الانترنسيك او الاكسترنسيك عن طريق حاجه اللي هي الماتريكس، هم بيستخدموا الماتريكس في الجزئيه دي تمام. هنكون عايزين نشوف الاول الايكويشن بتاع البنهول كاميرا ماتريكس عشان يعرفوا الكاميرا ماتريكس الاول قبل ما يروح للنقطه دي. يعني المفترض تمام احنا هم كانوا شافوا الكاميرا ماتريكس الاول قبل ما يروح للانترنسيك والاكسترنسيك بارامتر. تمام، لو فانت ماشي تمام اشرحها لهم برضه، بس الناس تكون عارفه اللي هي محتاجه الاول يعني تبص الاول على الكاميرا ماتريكس، وبعد كده ممكن منها بقى تروح تشوف الايه الاكسترنسيك والانترنسيك انا ممكن بارامترز مثلا الخاصه بالكاميرا. لو هي على الجزئيه دي يا دكتور انا ممكن مثلا احضرها، يعني مثلا ممكن اظبطها عشان يبقى هم فاهمين البين والكاميرا ما عامله هو ازاي، اي ما فالانترست انت بتاعته ايه. عندك بص بقى، انت عندك هنا دي مثلا يعني قيمه الاكس هنا في الفوكال في لينس ال 3 دي. اه يعني لما اه تيجي مثلا في البين هوم كاميرا، ما انت من الفاليوز دي اصلا اللي انت بتكون الكاميرا ماتريكس. اللي انا باجي بالظبط بقول قيمه الاكس في ال 3 دي وورلد بتساوي في ال 2 دي او في الكاميرا بقى اللي هو الفوكال لينس مضروب في الاكس على الايه على الزد، عزت وقيمه تمام الواي بتساوي كذا. وبعد كده انا عن طريق حاجه تانيه ببدا اطلع منها شكل الدياجونال وابدا احطها على شكل ماتريكس. تمام، وبالتالي اكون انا كونت الايه الماتريكس بتاعتي الكاميرا ماتريكس. وبعد كده من الكاميرا ماتريكس دي بقى ابدا اشوف الايه الانترنسيك بارامتر بتاعتها هي ايه. تمام تمام فهمت تمام ماشي خلاص اوكي. ده انا ماشي. هظبطها لو زي ما حضرتك بتقول ان هو 5 دقايق قبل المحاضره اوضح لهم الماثماتكس بتاعت البلوم، مفيش مشكله تمام، عشان بس الايه الماتماتيك اللي انت هتحسب بيها الكاميرا ماتريكس، ازاي انت حسبت الكاميرا ماتريكس عشان بعد كده هو يقدر يعرف بين الكاميرا ماتريكس دي الانترنسيك والاكسترنسيك بارامترز، وبعد كده بقى ايه يدخل على الايه الكاليبريشن دي الانترنسيك والاكسترنسيك بارامترز. اه تمام ماشي اوكي حاضر تمام هظبطها دي مش تمام مش مشكلة حاضر. طيب يلا نورهان ماشي طب ازي حضرتك يا دكتور. انت عديتي الجزء اللي ما فات على ليه ولا على لسه؟ حسب كلام حضرتك انا قلت على طيب حسب كلام خلاص حضرتك هتظبطه كله مره واحده يعني. ماشي ماشي ايوه مفيش بالظبط، ما عشان مشكله. يبقى ما فيش حاجه مسقطه بقى في النص فلازم انا ابداه كله مع بعض. طيب ماشي، طيب خلاص تمام ماشي. حاضر اتفضل. انا ماشي ازي حضرتك يا دكتور. دلوقتي استكمالا لكلام باشمهندس احمد، كنا بيتكلم على الكاميرا والاستراكشر بتاعها، كنا بنتكلم على اللينس. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن اللينس وازاي بتأثر، وجود اللينس بيأثر على الأوبجكت. فدلوقتي احنا عند انا محتاجة بس كنترول عشان اقدر احرك الكيرسر بتاع الماوس. ماشي، ممكن تطلبي كنترول، ريكوست كنترول وانا هقبله. اللي انا باجي ريكوست بيقول لي ان هو الكنترول is disabled by the shared company administrator. طب انا ممكن لو فيها مشكلة اعملها شير من عندي طيب ولا ايه؟ اه مش ممكن، احنا بستأذن حضرتك بس طب ادخل. تمام ماشي لا بس شير من عندي عشان اقدر
كده الشير واضح شغال. تمام. ايوه تمام. تمام. فدلوقتي احنا استكمالا للكلام بتاع باشمهندس احمد عن الكاميرا وعن اللينس وكده، فاحنا دلوقتي هنشوف تأثير وجود اللينس. تمام. فدلوقتي انا عندي الاوبجكت اللي على الشمال ده ومحددة فيه 2 بوينتس، بوينت بالاحمر وبوينت باللون تاني بالبنفسجي. فدلوقتي البوينت بالاحمر دي انا قايله ان هي في وضع انفوكس. انفوكس ده بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا هدي مثال بسيط، ان انا عندي كذا قلم حطاهم جنب بعض وماسكه الموبايل، فتحت كاميرا الموبايل وقمت عامله فوكس على قلم معين، فالقلم ده دلوقتي بقى في وضع انفوكس وباقي الاقلام بقت اوت اوف فوكس. ده بالظبط نفس اللي حصل في الشكل ده. فانا البوينت اللي بالاحمر دي طلع منها، عملنا منها اسقاط للاشعه دي على اللينس دي، وبعد كده الاشعه دي طلعت من اللينس اتجمعت في نقطه واحده على الفيلم ده او على السنسور بتاع الكاميرا ده. فالنقطه اللي اتكونت هنا فبقت نقطه واضحه وبقت ان فوكس، على العكس بتاع النقطه الثانيه اللي باللون الثاني، النقطه دي اوت اوف فوكس. فلما طلع منها اسقاط الاشعه دي ودخلت اللينس وخرجت منها، عملت لي سيركل اوف كونفيوجن او زي تشتت، ما طلعتش نقطه واحده مركزه. فده بما ان النقطه دي اصلا كانت اوت اوف فوكس، فلما اترسمت على الفيلم نفسه بقت اوت اوف فوكس هو كمان. تمام. دلوقتي هنكمل برضو كلام عن اللينس. انا الاشعه اللي دلوقتي عندي مجموعه من الاشعه داخله جوه اللينس عندي. اللي بيتحكم بقى في الموضوع ده بيتحكم في كميه الضوء اللي داخله حاجه اسمها الابريتشر. الابريتشر دي زي فتحه العدسه كده. دي اللي هو الخط الايه الاسود ده والخط الاسود ده، هي دي الفتحه بتاعتي. الفتحه دي يا بتوسع يا بتضيق. الفتحه دي لما بتوسع ده معناها ان كميه الضوء اللي داخله عندي بتبقى زياده، بتبقى كبيره، فبيفوكس كويس على الاوبجكت او الحاجه اللي انا بصورها. ولما العدسه دي او الفتحه دي بتبقى ضيقه، فده بيدخلي كمية ضوء شوية صغيرين، فالفوكس بتاع الحاجة بيبقى قليل، ما بيقدرش يعمل الفوكس بشكل مظبوط. طيب المجموع بقى الإيه الإسقاطات اللي خرجت من اللينس دي اتجمعت في نقطة واحدة اسمها الفوكال بوينت. طيب الفوكال بوينت دي المسافة ما بين السنتر بتاع اللينس دي هنا والفوكال بوينت دي حاجة اسمها إيه الفوكال لينس. تمام. احنا كل ده بس احنا بنتكلم على اللينس، بنشوف الدنيا بتمشي فيها ازاي. بعد كده من انواع اللينس في حاجه اسمها الثين لينس. الثين لينس دي بنشرح فيها ايه بقى. المفروض ان انا هبقى محتاجه ان انا الايكويشن دي تتحقق، عشان احنا بنتكلم عن الاوبجكت او البوينت عندي ان هي محتاجه تبقى ان فوكس. طيب دلوقتي انا عندي اوبجكت هنا طلع منه اسقاطات برضو دخلت جوه اللينس زي ما شرحنا. بعد كده طلع منه ايه الاسقاطات دي خرجت من اللينس وعملت لي هنا ايمج. تمام. او عملت لي هنا نقطه بتكون نقطه من الايمج. تمام. طيب عندي بقى مجموعه حاجات، مجموعه ايه حاجات معينه المفروض ابقى عارفاها، زي مثلا الدي زي او الدي او. الدي او دي المفروض ان هي الديبس او المسافه ما بين الاوبجكت والسنتر بتاع اللينس. طب الدي اي المسافه ما بين السنتر بتاع اللينس والايمج نفسها. طيب ومحتاجه برضو اعرف الفوكال بوينت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي بتيجي نتيجه الاشعه اللي طالعه من اللينس. تمام. نتيجة مرورها بالسنتر أو بالمحور بتاع إيه اللي بيمر بالمركز بتاع اللينس. فده هنا عندي الفوكال بوينت. فبما إن أنا عندي هنا الـ DO والـ DI والـ F اللي هي الفوكال لينس اللي هو ما بين السنتر بتاع اللينس والفوكال بوينت، عندي الثلاث حاجات دول معرفين، فأنا أقدر منهم أشوف المعادلة دي بتتحقق ولا لأ. الإيكويشن دي بتقول إيه؟ إن واحد على الـ DO بلس واحد على الـ DI بيساوي واحد على F. لو الايكويشن دي اتحققت فده معناه ان الاوبجكت ده في حاله ايه في ام فوكس، يعني معمول عليه فوكس. لو ما اتحققتش يبقى هو اوت اوف فوكس. تمام. ده بالظبط نفس اللي كنا بنتكلم فيه في سلايد قبل كده، هل الحاجه دي ام فوكس ولا لا. في الجزء بتاع ان البوينت اللي بالاحمر دي ام فوكس والبوينت الثانيه دي اوت اوف فوكس، ولكن احنا هنا اللي بيختلف ان احنا كل ما بنغير الديستانس او لو غيرنا نوع اللينس نفسها ده بيأثر على الشكل اللي هيتكون هنا على الفيلم بتغيير المسافة الأوبجكت عن اللينس. كل ما نغير المسافة كل ما حجم الإيه الأوبجكت نفسه اللي بيتكون هيتغير.
دلوقتي هنتكلم، هنوضح الجزء بتاع الفوكس، يعني دي صورة بس بنوضح فيها الجزء ده. المفروض ان ده يعني زي سيرك او حاجة، متصور كاميرا، سوري، ماسكين كاميرا ومصورين بيها المبنى ده من خلال سيرك او حاجة. فاللي حصل ان احنا عملنا فوكس على المبنى ده، والباقي باقي الصورة كلها اتعزلت، اي حاجة تانية في الصورة اتعزلت، الحاجة الوحيدة اللي معمول لها فوكس هو المبنى ده. تمام، زي ما وضحنا، زي ما باشمهندس احمد كان بيتكلم على الجزء بتاع الابريتشر، وزي برضو ما اتكلمنا عن الابريتشر لما قلنا اللي هم الخطين ده، الخط ده، الخطين دول، هي دي بقى الفتحة اللي بتسمح بمرور الضوء بالعدسة. فالفتحة دي كل ما كانت اوسع، زي ما هنا ما بين، زي ما الشكل ده موضح، كل ما الفتحة دي كانت اوسع فتسمح لي وكمية ضوء أكبر تدخل، فهقدر أعمل فوكس بشكل أحسن. على العكس بقى، إن الفتحة دي لما بتضيق، هنا الفتحة دي بقت أضيق، فاللي حصل إن عندي كمية ضوء أقل دخلت، فما بقتش قادر أعمل فوكس بشكل كويس. فهنا برضو هنا في معمول فوكس، وهنا اللي ورا ده أوت أوف فوكس، بس مش بنفس الشكل أو مش بنفس الدقة بتاعة الشكل ده. فده نستنتج منه إن كل ما كانت الأبريتشر أو فتحة العدسة أوسع، كل ما كان الفوكس أحسن. تمام، هنا برضو بنتكلم عن الجزء بتاع الايه، الابريتشر. نتكلم عن الجزء بتاع الابريتشر، بنقول هنا ايه، ان اللارج ابريتشر بيساوي سمول دي او اف، او الديبس اوف فيلد. تمام، بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انا عندي صورتين، الصوره اللي على الشمال دي انا عامل هنا فوكس، فهنلاحظ فرقها عن الصوره اللي على اليمين ايه، ان هنا في الجزء الخلفي من الصوره اللي هو سواء الكراسي او الحاجات اللي ورا، الجزء اللي ورا ده اوت اوف فوكس. تمام، زي كانه معمول له بلور شويه او معزول شويه. على العكس هنا الجزء ده واضح اكتر. طب ليه؟ لان ده هنا في الجزء في الصوره اللي على الشمال عندي لارج ابريتشر، لارج ابريتشر زي ما وضحنا هنا لارج ابريتشر، فانا عندي هنا المتحكم في كميه الضوء اللي داخله ان هي كميه كبيره، فانا كده عملت فوكس كويس. فطالما عملت فوكس كويس يبقى هيعزل لي الصوره اللي ورا احسن. على العكس هنا لما كان عندي سمول ابريتشر، يبقى عندي كميه الضوء اللي داخله مش كفايه، فما قدرش يعمل عزل كفايه. هنا برضو في نوع من العزل، ولكن عزل ضعيف شويه. فده هنستنتج من الصورتين دول ان العلاقه عكسيه ما بين لما بيبقى عندي لارج ابريتشر، فتحه عدسه واسعه، فبيبقى عندي سمول ديبس اوف فيو. وعلى العكس لما بيبقى عندي سمول ابريتشر، بيبقى عندي لارج ديبس اوف سوري لارج ديبس اوف فيلد. تمام، دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها فيلد اوف فيو. الفيلد اوف فيو ده عباره عن ايه، او الزوم، يعني زي كاني ماسكه مثلا كاميرا موبايل وبصور منظر معين. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو الصوره دي تحديدا، الصوره اللي هي في الصوره الاولى على الشمال. الصوره دي دلوقتي جايب لي الفيو كامل. طب انا لما عملت ايه، لما قمت عامل زوم، فقام جايب لي المنظر ايه، عمل فوكس شويه او زوم شويه على جزء معين من الصوره، وبعد كده عملت زوم تاني في الجزء اللي تحتها، فعمل لي فوكس اكتر على جزء معين في الصوره، فابتدى يعمل زوم من الصوره دي للصوره دي للصوره دي للصوره دي. فكل ما عمل زوم، تمام، كل ما ايه، ما صغر لي المشهد، الفيلد اوف فيو بتاعي بقى اصغر. فده معناه ايه؟ معناه دلوقتي ان انا بيبقى عندي smaller field of view، المشهد بتاعي بيصغر لما ايه اللي بيحصل، لما بيبقى عندي larger focal length. فانا عندي علاقة عكسية ما بين حاجتين، ما بين الفيلد اوف فيو والفوكال لينس. فانا هنا بعمل ايه، انا هنا عشان ادخل زوم شوية، فانا بعمل ايه، بكبر الفوكال لينس، بزوده. فكل ما زودت الفوكال لينس، يعني هنا في الصورة دي انا شايف الفيلد اوف فيو كامل، في الصورة دي اللي على يمينها زودت الفوكال لينس شوية، فبالتالي اثر على الفيلد اوف فيو صغر. طب هنا في اللي تحتها، اللي تحتها اللي على الشمال، زودت برضو الفوكال لينس شويه كمان، فصغر لي الفيلد اوف فيو، وهكذا لغايه ما اوصل للصوره اللي هي اخر الصورة واحده اللي على اليمين. عندي الصوره اللي انا عندي صورتين بس، الصورة مش ظاهرة اللي اربعه بتاعت الكراسي، مش اللي بعديه بجد. ممكن بس طب انا بالظبط. قلبتها، طب هعيدها تاني، مفيش اي مشكله. تمام، طب هي الصوره كده موجوده؟ ثانيه، لا هي صورتين بس مش اربعه. تأكدي بس من طب انا ممكن النت اشيله لسه واعمله عندك تاني؟ تمام ولا طب لحظه واحده معلش.
طب كده شغالة يا جماعة؟ لحظة، هي لسه بتظهر. هو لسه كده مفيش حاجة ظاهرة. أنا مش عارفة المشكلة فين الحقيقة. طيب طب أشير من عندي طيب؟ أو يا ريت، معلش أنا عاملة الشير والله، بس مش عارفة المشكلة فين. تمام طيب لحظة. كده تمام؟ واضح وظاهر عند اه الجميع؟ طيب انا ظاهر عندي، لو ظاهر عندكم اكمل. في حد عنده مشكلة؟ اه ظاهر. هو تمام. تمام. ماشي طيب اتفضل. دلوقتي معلش يا جماعة بعتذر لكم. طب هو لغاية الصورة اللي فاتت اللي هي كان فيها كراسي دي كانت واضحة؟ تمام كده. ايوه تمام. تمام. دلوقتي فاحنا بنتكلم عن حاجة اسمها الفيلد اوف فيو. الفيلد اوف فيو دي يعني المنظر او الفيو او حجم الفيو اللي ظاهر عندي. طيب فانا دلوقتي اول صورة انا واقفة عليها الصورة اللي هي ايه، الاولى على الشمال خالص، الاولى دي جايبة لي الفيو كامل. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا لما زودت الفوكال لينس، تمام، في علاقة عكسية ما بين الفيلد اوف فيو والفوكال لينس. بمعنى ايه؟ ان انا كل ما بزود الفوكال لينس كل ما الفيلد اوف فيو بيصغر. فانا دلوقتي اول صوره خالص اللي هي الاولى على الشمال دي كان جايب لي الفيو كامل. طب انا بعدها زودت الفوكال لينس شويه فجاب لي الصوره اللي جنبها على اليمين، دخل زوم شويه. فانا الزوم بقى بعمل ايه بقى في حته الزوم دي؟ ان انا بزود الفوكال لينس. فكل ما بزود الفوكال لينس بمعنى ان انا بعمل زوم، فبيعمل ايه؟ بيقص لي حته من المشهد، فبيخلي الفيلد اوف فيو بتاعي او المشهد بتاعي يصغر شويه. وبعد كده ننزل للصوره اللي تحت على الشمال ومعامل تاني زياده زوم زيادة، أو زودت الفوكال لينس شوية كمان فقام عامل لي زوم شوية كمان. فده معناه إيه؟ إن الفيلد أوف فيو صغر شوية كمان. وهكذا في الصورة، آخر صورة على اليمين تحت عملنا إيه؟ عملنا زوم شوية كمان، زودنا الفوكال لينس شوية أكتر فعمل لي زوم أكتر. فده معناه إيه؟ إن أنا عندي علاقة عكسية ما بين حاجة اسمها الفوكال لينس اللي إحنا اتكلمنا عنها قبل كده وما بين الفيلد أوف فيو. كل ما بعمل زوم، تمام، بحيث إن أنا بدخل على المشهد بشكل أكبر، تمام، زي ما هو قلنا مكتوب هنا في السلايد، في اخر سطر تحت مكتوب smaller field of view بيساوي larger focal length. كل ما بكبر الفوكال لينس كل ما الفيلد اوف فيو بتاعي بيصغر، على حسب يعني زي ما الصوره اللي فاتت او الشكل اللي فات كان بيوضح. تمام، دي هنا بس ايه مجرد المعادله بتاعتها او ايه شكلها في الايه الشكل الحسابي بتاعها يعني. بس هنا ده بيبقى عندي دي، وهنا هنا المفروض هنا الفوكال لينس، وهنا السيتا اللي انا ايه الزاويه بتاعتي بتاعت التصوير نفسها. تمام، بعد اذنك كمل. ماشي. تمام، فانا دلوقتي بنقول ان في فرق ما بين الزومنج، ان انا بصور المشهد من بعيد زي الصوره اللي هي كانت متقسمه اربعه دي. بعد اذنك ارجع لها يا احمد. حاضر تمام. لا الصوره اللي فاتت، اه الصوره دي فيها حاجه اسمها زومنج، ان انا عندي المشهد من بعيد. تمام، اول حاجه الصوره الاول على الشمال دي اللي هي فوق على الشمال دي، انا كده عندي المشهد من بعيد. والصوره اللي تحت على اليمين دي نفس الصوره بس دخلت فيها زوم قوي لغايه ما ظهر لي شكل السفينه اللي جاي من بعيد ده. تمام، بعد اذنك ارجع تاني للسلايد اللي احنا كنا فيها. تمام. فدلوقتي فاحنا بنتكلم في ان في فرق ما بين حاجه اسمها زومنج وحاجه اسمها الايه الموفنج. طيب طب ده هيوضح ازاي؟ دلوقتي انا عندي صورتين بيوضحوا ده. اول الصوره على الشمال مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها انها لارج فيلد اوف فيو. تمام، طب لارج فيلد اوف فيو بمعنى ايه؟ ان انا عندي دلوقتي ان المسافه اللي سمول، عندي مسافه صغيره سمول ما بين الكاميرا والكار. يعني انا دلوقتي الصوره اللي على الشمال دي انا بصورها من مسافه قريبه قوي للكار. تمام، يعني قصاد الزاوية بتاعت العربية أو في النص بتاع العربية، على عكس الصورة اللي على اليمين. لا أنا عندي لارج، يعني لارج أو الكاميرا far from الكور. بمعنى إن أنا الصورة دي متاخدة من مسافة بعيدة ولكن داخلة فيها زوم، زي ما كنا بنوضح في الصورة التانية اللي كانت متقسمة أربع صور دي، زي ما كنا عمالين ندخل زوم على الناس اللي واقفة والسفينة اللي موجودة. فالمشهد ده متحقق في الإيه؟ في الصورة اللي على اليمين في العربية. الصورة دي أوضح وباينة أكتر، باين تفاصيل الشكل أكتر. فده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي وانا واقفه بعيد وبصور الكاميرا، ان انا دلوقتي الكاميرا فار من يعني الكاميرا بعيده عن العربيه، فده خلاني ايه؟ خلاني اعمل زوم
عشان اقدر اوصل لنفس المشهد ده، فبقى عندي ايه؟ عشان انا عملت زوم، عملت زوم يعني انا دلوقتي زودت عملت لارج في ايه في الفوكال لينس، فده خلاني يبقى عندي سمول فيلد اوف فيو، ده اللي احنا كنا لسه بنشرحه من شويه. على العكس بقى في الشكل على الشمال، انا اصلا قريبه ان الكاميرا دي كلوز للكار، تمام؟ فانا دلوقتي الفوكال لينس عندي قليل، مش محتاج ان انا ابقى واقف بعيد وازود الفوكال لينس عشان ادخل زوم، لا انا الفوكال لينس عندي قليل اصلا، فبقى عندي لارج ايه فيلد اوف فيو. تمام، بعد اذنك كمل. ايه تمام، دلوقتي بس احنا بنتكلم كده توتال، احنا اتكلمنا في ايه في الـ في الليكتشر دي او في البرزنتيشن دي، يعني اتكلمنا عن الكاميرا مودلز والمودلز دي كان اهمها البين هول زي ما باشمهندس ما تتكلم عنها، واتكلمنا عن حاجه اسمها الانترنسك والاكسترنسك، دي برضو ان شاء الله هنوضحها المره الجايه عشان الجزء بس اللي ناقص في البرزنتيشن. واتكلمنا عن اللينسز السيننس وازاي الشكل بيجي او بيتكون على الفريم، واتكلمنا عن الفيلد اوف فيو والفوكس وهكذا. بس يعني ده كده تمام. لو في حد عنده سؤال لو او في نقطه مثلا مشكله او حاجه يتفضل يسأل. وكده كده زي ما الدكتور عمرو قال، احنا هنقعد بس نظبط الجزئيه بتاعه البين هول دي عشان يبقى في فرق ما بين الـ equations او الجزء الـ mathematics بتاع الـ بتاع يعني البين هول، عشان احنا حاطين برضو جزء تاني في موديل تاني، فيبقى في المقارنة بينهم واضحة. وبس يعني شكرا ليكم، ولا في اي سؤال او حاجة يا ريت، ولو يعني يا دكتور حضرتك شايف ان في مشكلة او حاجة او في اي فيدباك على البرزنتيشن حضرتك يا ريت تقول لنا، او لو في اي حد من الشباب في بوينت مثلا لا معينه حابب يسال فيها يتفضل يعني. لا لا هو تمام، بس هو الجزء بتاع الكاميرا ماتريكس تمام، دول جهز بس المره الجايه الجزء اللي هي اللي هياخد البرزنتيشن يكون ايه. معلش احنا بس ما كناش عارفين بالظبط يعني احنا محتاجين نوضح ايه بالظبط، فاحنا كده فهمنا من حضرتك وهنزود الجزء ده حاضر وهنعرضه لحضرتك اول حاجه المره الجايه. تمام تمام. باقي الناس بقى كده شباب خلاص، هو زميلكم هيبعت لكم البرزنتيشن دلوقتي تمام. الناس تراجع يعني وتقرا، لو في اي مشكله ممكن ترجع لاي ريسورس على النت، لو في سؤال ممكن تجهزه المره الجايه مفيش مشكله تمام. احنا عندنا بقى دلوقتي في نقطتين حابين نتكلم فيهم بقى بعد المحاضره. انا يعني بشكرك يا احمد ونورهان، بشكرك يعني تمام. عافية دكتور. تمام. باقي الناس بقى شباب عندنا جزئين مهمين. اولا طبعا كل الناس استسهلت وبناء عليه الكلام اللي احنا قلناه اتغير، لان طبعا انا لما سالت الباشمهندس حسام قال لي ان كل الناس اختارت سيرفي تمام، فالناس عايزه تريح مش عايزه تشتغل. من الاول قلنا كده يعني ايه شكل كده، ودي ان الناس اللي بيعرف يشتغل فعلا يقول لما ما بيعرفش، وبناء عليه لما كل الناس سجلت في السيرفي الكلام ده ما ينفعش. انا المفترض انت طالب يعني دراسات يعني في خلال شهر او شهرين. هو انتوا سامعيني كويس ولا لا يا شباب؟ سامعين حضرتك يا دكتور. انا سامع حضرتك. ايه يا دكتور سامعين حضرتك؟ هو الكل سامع حضرتك يا دكتور تمام، كلنا سامعين حضرتك. اصل حد كان بعت قال النت مش كويس او شغال. طيب اصل حد كان بعت على الواتس. هو الصوت قطع بس دلوقتي. طيب طيب تمام. فبقول لكم بناء عليه بقى احنا هنقسم تاني، بس تقسيمه تانيه غير الاولانيه، بحيث ان الناس هنزود عدد التيم، بدل اتنين هيكون ثلاثه، والتيم اللي هياخد نقطه هيعمل على السيرفي وهيشتغل عليها عملي. انتوا بقى كل ثلاثه كده مع بعض تمام تقسموا، او انا هقسمكم راندوم تمام، بحيث ان الناس كلها كده هتشارك في هتعمل الحاجتين تمام. ده كده بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه اي كده انا حوزع عليكم مجموعه من البوينتس تمام، كل بوينت الناس هتشتغل عليها الجزء العملي تشتغل عليها السيرفي. انت اوريدي كده كده وانت بتشتغل العملي بتحتاج اللي انت تجمع عليها بعض البيبرز الريسورسز الموجوده اللي عندك، الداتا سيت اللي اشتغل عليها،
فخلاص بس انا بدل اتنين هزود معاك واحد، يبقى احنا كده هنقلل عدد السمات تقريبا، يعني هيكون النص تقريبا، او يعني احنا تقريبا 18 هو احنا او كنا تلت يعني. تمام قلب تمام يا دكتور، هو احنا كنا مظبطين تيمز زي ما حضرتك وضحت، تمام، قول بس الجزء بس البسيط اللي انا كنت عايز اسال حضرتك فيه، انا دلوقتي حضرتك دلوقتي انا جزء السيرفي تمام احنا فاهمينه، وبالنسبه للجزء العملي او زي ما حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا هنزود واحد بحيث ان احنا كمان نشتغل شغل عملي، فهل هو هيبقى زي نظام بروجكت والبروجكت ده متقسم لبعض البوينتس، المفروض كل مجموعه من التيم يتكلم او يحاول ان هو يشتغل على البوينتس انت دي ولا؟ هتقسموا نفسكم بقى. ايوه، بص هي هتكون بوينت واحده، نقطه واحده، تمام تمام. النقطه الواحده دي التيم هيشتغل عليها، التيم بقى يشتغل الامبلمنتيشن ويشتغل السيرفي. انتوا بقى مع بعض هتقسموها، هتشتغلوا مع بعض كلكم انا الامبلمنتيشن، فهمت يعني تشتغلوا مع احنا بعض يعني كلكم السيرفي. تمام انتوا بقى ايه، المهم في الاخر في جزء عملي لازم الناس تشتغله، وفي جزء النظري. انا كنت في الاول كنت بقول يا جماعه اللي يعني عشان ما صعبش على الناس، بس لقيت الناس كلها بتستسهل، فبالتالي والله يا دكتور هو مش استسهال، هو بس مش حضرتك استسهل، بس هو كل قلت ان واحد مثلا اشتغل قبل ماشي في كده تراك معين حاجة مثلا، ليها يعني علاقة بالنيورال ايا نتورك، كان ماشي ايا كان بس بقى. انتوا بقى والله احنا هتحتاجوا اللي انتوا يعني ايه، ما احنا يعني اخترنا بناء على حضرتك كنت بتتكلم فيه، اللي هو لو اشتغلته قبل ما كده انا فاللي كنت هو بقول خلاص مؤخرا ما طبيعي ان اشتغلناش انت، لان مش ليه علاقة. الطبيعي ان انت عندك اي ماده بيكون فيها شغل عملي، انت كده كده في خلال 4 5 شهور هتحتاج ان انت تشتغل عملي، تمام. تمام فكده كده انت لازم تشتغل عملي. فاحنا ماشي خلاص احنا دلوقتي هنقسم ثلاثات. تمام حابين انتوا مع بعض كده تقسموا وتقولوا كل ثلاثه مع مين، مفيش ماشي مشكله. اوكي مش حابين هنظبطها انا يا دكتور هقسم راندوم، تمام، ويبقى كل ثلاثه، وهنزل لكم مجموعه من النقاط، تمام. اللي حابب نقطه يشتغل فيها ممكن، مفيش كسيرفي مشكله الاول يعني. ولا كبروجكت؟ احنا زي ما حضرتك دلوقتي احنا بتقول ان احنا دلوقتي ما هيبقى احنا بروجكت، والبروجكت ده احنا هنقسمه ما بين بعض كلنا، وكل هنقسمه لبعض ايوه البوينتس بحيث ان كل تيم ايوه يظبط البوينت دي، وفي الاخر نجمع البروجكت ده في الاخر عشان في الاخر حضرتك تشوفه، ده على كلام حضرتك ايوه يعني تمام. ما انت كده كده عشان تفهم النقطه بتبدا تسيرش عن النقطه دي. فانت بالظبط. وانت تمام بتسيرش بتحتاج ان انت تشوف الطريقه دي استخدمت ايه، والطريقه دي استخدمت ايه، وايه احسن طريقه انت هتستخدمها، تمام تمام. تمام فبالتالي انت كده خلاص، انت كده كده انتوا ممكن تعملوا كل حاجه مع بعض يعني. مفيش انت مشكلة يعني ممكن انتوا مثلا، احنا هنسيرفي مثلا 10 15 بيبر، تمام. تمام ال 10 تمام 15 بيبر على 3 يبقى معدل في كل واحد خمسة السمستر، كل واحد هيقرا هياخد 5 يلخصهم. طب احنا هنعمل امبلمنتيشن، في ناس هتبدا تشتغل على جزء الداتا سيت، تدور على جزء الداتا سيت، في ناس هتبدا اوكي تدور على الديفرنت مودلز اللي هيشتغلوا عليه. طب الناس هتشتغل في الامبلمنتيشن، فاعتقد كل الناس تعرف بايثون، فبالطبيعي الدنيا مش هتكون صعبه قوي يعني، او بتعرف بروجرامنج لانجوج يعني، كل الناس برضو ايه يعني تمام اكيد يعني، ما تمام ماشي ماشي. دي طيب تمام. النقطه الثانيه، يا دكتور وفاضل بقى النقطه معلش الثالثه. بالنسبة للنقط يا دكتور، حضرتك اللي هتختار لنا النقط ولا احنا ممكن نختار نقط ايوه أول؟ هبعت لكم انا النقط، لا لا كويس هبعت لكم انا النقاط، هبعتها يعني ممكن بكره او بعده او النهارده بالليل على حسب يعني الوقت لما اشوفه، تمام. هنزل لكم مجموعه من النقاط، تمام. كل تيم زي ما بقول لكم كده يعني، انا معاكم لغايه الاسبوع الجاي، قلت له التيمات مفيش مشكله، ما قلتوش انا الباقي هقسمه راندوم، تمام اوكي تمام مش مشكلة احنا هنقدر تمام نعدي ماشي الجزئية دي يا دكتور. تمام ماشي خلاص. انتوا هتبقى هنزلوا بقى عبارة ان تاني، انا اكتب السيرفي، نعم هتبقى عبارة ان انا اجيب بيبرز للبوينت دي واكتب الماثيماتكس اللي استخدموها فيها، بس هي دي السيرفي؟ لا، ما هو انت، ما هو نقطه السيرفي ده يعني ايه، انا باجي مثلا بشوف النقطه دي ايه اللي كان فيها الناس اشتغلت فيها مثلا في اخر 3 4 سنين، ببدا اجمع مجموعه من البيبرز، ببدا اخد البيبرز، ببدا اسمرايز البيبر يعني، اشوف والله البيبر دي عملوا فيها 1 2 3، استخدموا طريقه كذا، استخدموا داتا سيت كذا، الاكيورسي عندي كان كذا، بحاول اكمل تمام. عليه. بحيث بحيث ان انا بجمع انفورميشن، وفي الاخر لما اجي اقول لك بقى في اخر السمستر لما كل واحد عمل سيرفي لخمسه بيبر، بنيجي بقى نعمل ايه؟ زي مثلا ماتريكس كده، او مثلا جدول، في مثلا ده بيكون ملخص لكل الايه البيبرز، والله البيبر الاولى كانت تشتغل على فيتشر كذا، البيبر الثانيه مثلا استخدمت طريقه كذا، طب الاكيوريسي كان في البيبر دي كذا، طب البيبر رقم 2 مثلا
اشتغلت على طريقة تانية خالص، اشتغلت على نقطة واحدة من اللي كانت في البيبر رقم واحد وزودت عليها فيتشر رقم اتنين وتلاتة، ده السيرفي تمام. ففي الآخر أنا هيكون عندي في الآخر الترم هسلم لي سيرفي، السيرفي ده وفي كأفريج يعني ال 15 بيبر اللي أنت عملتهم تمام، في ماتريكس أو تيبل بيفرق ما بين كل ال كأكيورسي كفيتشرز كميثود كداتا سيت، هل البيبر دي اشتغلت على نفس الداتا سيت ولا داتا سيت تانية، طب هل الأكيورسي كانت أحسن ولا لأ، بتلخص بعد ما بتكتب بقى الملخص بتاع كل البيبرز دي تمام والطرق، بتيجي دي في الاخر كده بتعمل ايه تيبل في الجدول او تعمل تيبل يعني، وتبدا تضيف فيه بقى الايه المقارنه ما بين البيبرز وبعضها تمام. طب بالنسبه للبيبرز، البيبرز لا البيبر اللي انا اللي احنا كتيم كلنا عملناه ولا كبيبر احنا قراناها، والمفروض من البيبر اللي انا شفتها وان انا اخدت منها البينفيتس بتاعتها والديز ادفانتجز بتاعت البيبر ديت، والمفروض اطلع في الاخر بحاجه تانية يعني اكمل على الحاجات اللي انا قراتها صح كده؟ ايوه، ما هو ده، ما هو ده السيرفي بقى، ما انت في الاخر اه بقى تمام هتقول والله احنا كفيوتشر وورك عندنا، ما بص السيرفي ده بيكون ايه في الستيت اوف ذا ارت، في الناس عملت ايه في اخر 4 5 6 سنين تمام. وبعد ما انا بكتب الكلام ده كله باجي في الاخر بقول والله احنا ممكن نعمل 1 2 3، عندنا الفيوتشر وورك بتاعنا ممكن نعمل 1 2 3، فدي كلها تكون نقاط بحثيه ليك انت، كده كده معاك بقى جزء كمان امبلمنتيشن هيتم، انت تمام فاهمني ازاي، جزء الامبلمنتيشن والله قدرنا ان انت تطور في حاجه اوكي، ما قدرتش خلاص انت في الاخر بتديني ميثود شغاله بتنفذ الموديل الموجود والادد فاليو بتاعك، انت عدلت ايه او ضفت ايه، انت ما تجيبليش النهارده انا اقول لك انا ممكن اديك الموديل تروح تجيب لي كود من على الجيت هاب والكود هيكون شغال يبقى انت كده خلصت البروجكت، لا انت فاهمني أكيد ازاي، انا عايز اشوف الادد فاليو بتاعك انت ضفت ايه بالظبط في الاركتكتشر او في الموديل او في بحيث ان انت اكيد هتفكر في فكره عشان مثلا يدي اكيورسي احسن مثلا في حاجه، فاهم ازاي؟ انا هو في الاخر حضرتك اصلا عايز البروجكت تمام؟ في الاخر يشتغل عملي بناء على البيبرز اللي احنا عملناها، المفروض البروجكت ده يشتغل على البيبر اللي احنا كلنا عملناه صح كده؟ نعم؟ يعني دلوقتي حضرتك هو عشان حضرتك تتاكد ان الكود مش سامع. حضرتك سامعني كده؟ ايوه العمل بناء اه على البيبر، تمام، اه العمل بناء، ما هو انت مش هتروح مثلا تجيب لي حاجه، لا انت بناء على البيبرز، وفي بعض البيبرز بيكون الكود افيلابل بتاعها تمام، فبقول لك انت ممكن ايوه مثلا انا اديك النقطه النهارده لو انت تعرف امبلمنتيشن بكره يكون معاك كود بيرن، بس هو ده مش المطلوب، المطلوب بقى اللي انت بعد ما بتجمع بتطلع لي كده بقى ايه فكره مثلا معينه انت هتشغلها، هتضيف حاجه نشوفه ايه اللي انت عملته في الاخر عشان نحكم بقى على الايه البرفورمانس بتاع البروجكت بتاعك، ونقدر نحكم على البروجكت بتاعك هل انت فعلا جبت حاجه وشغلتها وخلاص، ولا فعلا بعد بقى ما عملت السيرفي الكلام دوت في ال3 شهور او ال4 شهور انتوا الثلاثه وطلعتوا مثلا فكره معينه حسنت في البرفورمانس او ايا كان، يبقى احنا تمام هنا في الحاله دي احنا عملنا، يبقى البروجكت بتاعنا له قيمه، ما رحناش جبنا مثلا كود وشغلناه وخلاص تمام. بالظبط كده. طب يا دكتور وانا دلوقتي ممكن نستخدم مودلز جاهزة زي المودل بتاعة الديب ليرنينج الموجودة في الباكج بتاع كيروس، يعني ما انت نكل ممكن، المودل ما ونديله هو الداتا بص وخلاص. ما ما انت كده اللي انا بقول لك عليه، ما انت كده ما عملتيش حاجه، ما انت كده، انت كده اللي انت بتقوليه ده انت تعمليه بالظبط في 5 دقائق، يعني هتروح للكيرس لا مثلا، هتروح ما احنا حاجه تجيبي مثلا هنختار حاجه زي احسن ريس موديل، نت، حاجه زي نعم، هنختار لأحسن موديل متناسب مع الداتا سيت نبدأ ما على بص البيبر بص اللي بص احنا هنقراها وهنقول ليها وخلاص. يعني ولا حضرتك محتاج ان احنا مثلا نعمل ابلكيشن لا ما هو بس ما عشان هو بس بقى ما اقول لك احنا عندنا، نحط ما احنا قلنا في بروجكت للماده، مش معنى في بروجكت للماده اللي انا هروح اجيب كود اون ذا شيلف كده واروح ايه ارن وخلاص ايا كان، ما انا قلت لك الكلام ده انا ممكن النهارده لو واحد اعرف نتورك ارن مثلا 3 4 مديولز أنا فاهم. من الكرس او من باي تورش على بالليل يكونوا شغالين، يبقى انت كده، ما يبقى احنا كده بنهزر تمام، يبقى احنا كده ما بنعملش حاجه، جاهز فاهمين احنا اللي ازاي؟ بس هنستخدم، ايه؟ لأن الديب ليرنينج المودلز بتاعته بتبقى جاهزة أصلا موجودة في كراس، هنقول الموديل ونبدأ نظبط لا نهندل ما بصي هو مين اللي بيكلمني الاول بس عشان ايه ولا مين اللي بيتكلم؟ ايه.
بص، هو دلوقتي انت عشان تجيب من الكرس مثلا ديب ليرنينج موديل، انت كده كده قدام ما ينفعش ان انت تجيب اون ذا شيلف كده موديل جاهز وترنيه، لازم تأدي الفاليو بتاعك فيه، فاهمين ازاي؟ فاحنا دلوقتي ده فكره المشروع بتاعكم، ان انتوا عندكم هنجمع البيبرز دي ونشوف بقى احنا هنعمل ايه بالظبط، ايه الادد فاليو بتاعتكم. مش هجيب حاجه رنها، ما ينفعش انت تجيب الكلام ده. مثلا لو طالبه في اندر جرادويت مثلا في ماده مقبول، انا في الجرادويشن بروجكت ما بقبلش الكلام ده، فمش هاجي في ماستر اقبله، يعني في ماده ماستر اقبله، فاهمين ازاي؟ لا، وبعدين انا قسمتكم لثلاثه يعني، فخلاص عاوز عشان اقيم البروجكت بتاعكم ما حدش يكون جايب لي حاجه كده اون ذا شيلف وانا ننهاري، تمام؟ يعني ما حدش يروح يجيب لي مثلا حاجه زي الفي جي 16، حاجه زي الريد نت، حاجه زي اليلو ويرنها ويقول خلاص انا عملت التاسك ده. طب ماشي، ما انا حاجه اقول لك طب الحاجه دي ماشي اوكي، احنا رحنا جبنا اليلو من كيرس وحطينا الداتا سيت وعملنا الكود في 5 دقائق، طب وبقى احنا عملنا تيب ليه وعملنا الناس سيرفي ليه وعملنا الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني تمام؟ هو معنى صح يا دكتور ان هو زي بالظبط كأنك بتعمل رسالة، يعني كأني بعمل لا، رسالة وبعد ما مش رساله، ما احنا في قيود على الرساله، انت فاهمني ازاي؟ في حاجات تانية خاصه بالرساله، احنا بنتكلم دلوقتي احنا عندنا الرساله دي او البيبر في الاخر دي بقى هتتوقف بقى على الكواليتي، عشان كده بقول لك التقييم بتاع الايه البروجكت بتاعك. احنا في الاخر مثلا هنلاقي ما الحاجه دي قويه ولا الحاجه دي مثلا ضعيفه ولا حاجه جايبها من على طبعا كل حاجه هيكون ليها تقييم، بس انت تمام فاهم فهمت. اللي عمل حاجه كويسه غير اللي كبر دماغه راح جاب حاجه وشغلها وخلاص. طيب يعني انا دلوقتي يا دكتور من اللي حضرتك وضحته دلوقتي ان انا دلوقتي ان احنا كتيم او كان احنا كل واحد أو كل تيم هيبقى فيه 3، المفروض هنكون بيبر عن البوينتس اللي حضرتك هتتكلم اللي حضرتك هتنزلها لنا، ولما احنا نخلص البيبر بتاعتنا المفروض هنبدأ في البروجكت بتاعنا بناء على البيبر اللي احنا عملناها، صح كده؟ والله بص اقول لك، انت عايزين تشتغلوا بارلل مفيش مشكله، عايزين تشتغلوا لغايه لما تخلصوا وبعد كده تبداوا الامبلمنتيشن مفيش، انتوا دي حاجه ترجع لكم انت، بس انا يعني نصيحتي ان انتوا تحاولوا تشتغلوا بارلل، اوكي يعني تمام حاول ماشي. يعني حاول تشتغلوا بارلل بحيث ان احنا ايه، احنا النهارده مثلا بنقرا في ماده بنامبلمنت جزء معين، لان انت ممكن تقعد تقرا مثلا تقرا البيبر في يوم تيجي تزهق مثلا تاني يوم مش عاوز تقرا تاني، طب ما انا هفضل قاعد ما اعملش حاجه؟ لا، ما انا ممكن اشوف مثلا امبلمنت حاجه، تمام؟ تمام بس دكتور، بس كنت عاوز اسال حضرتك على حاجه دكتور. تمام، قولي. هو بس حضرتك بالنسبه للكود، حضرتك يعني قصد حضرتك يعني ان احنا هنعمل احنا نكون احنا اللايرز ونشوف الاكيورسي، ولا احنا بنجرب كذا موديل ونشوف الاكيورسي بتاع كل موديل؟ بص، ما انا قلت لك برضه هنرجع للنقطه الثانيه، احنا عشان تشوفي كذا موديل اوكي، ده حاجه ممكن انت تعمليها اللي انت ترنيها وتقولي لا انا رميت كذا موديل، بس برضه كده انت ما ضفتيش اي فاليو. يعني انا ممكن زي ما بقول لك انا كده من الكيرس هتروحي في بعض المودلز بترن على نفس يعني نفس التظبيطه اللي انت بتشتغل عليها، يعني مثلا لما هتجيبي مثلا حاجه زي الفي جي 16 والريست نت وال سواء كانت 16 او 19 مثلا، حاجه زي الافيشنت نت، الاربعه موديلز دول او الخمسه يرنوا على نفس الحاجه في 5 دقائق بالظبط، يعني تمام تعمل ازاي؟ يعني انت كل تمام حاجه كذا بس يا دوت دكتور كذا، ده اللي احنا هنعمله الداتا سيت هي اللي هتختلف عشان تطلع النتيجة في الآخر. يعني أنا لو ايه؟ استخدمت فيجن في 16، لو هي مش مقسمة الداتا تيستنج وتريننج صح، مش هتطلع نفس الناتج بتاعي أو عدد الإيبوك لا، انا بتاعتها. بتكلم دلوقتي على الدفع. بص بص ما دي ما بص مين اللي بيتكلم برضه عشان اكون عارف، بس تقريبا البشمهندس مين أي حسين، أي حسنين، البشمهندس أي حسنين. ايه؟ بص يا ايه، بص يا ايه، بص يا ايه، انت دلوقتي عشان تترين الموديل سواء كان ايا كان نوع الموديل الموجود اللي عندك، احنا عندنا الهايبر بارامترز عدد الاوبكس والكلام ده، ده مالناش دعوه بيه، ده ثابت. وازاي اللي انت هتقسمي الداتا سيت، قسمتها 70 20، قسمتها لترين وتيست وفاليديت، احنا ده كله حاجات غير اللي احنا بنتكلم بقى على المودلز، تمام؟ الموديل احنا ممكن بنفس التظبيطه اللي انت عملتها دي ترن 4 5 موديل في نفس الوقت، يعني على نفس التظبيط، انت فاهم ازاي؟ مش هيكون في اختلاف،
يعني انت يعني مش عارف انت ايه واصله لك، بس انت طالما اتكلمت في النقطه دي اكيد انت جربتي وعارفه اللي انا ممكن اجي مثلا انا اشتغلت بالجي 16 على اساس ان هو ديب ليرنينج موديل جاهز، فهل اصلا الديب ليرنينج موديل ايوه انت لو جيت بس شلت لو شلت ايوه عادي انت تكون اللايرز عادي خالص، ما فيش اي مشكله خالص. انت ممكن اصلا ما كنتش تستخدمي الكيرت، ممكن انت تبني ال 16 لايرز اللي خاصه بالفي جي 16، تعرفي بس الترتيبه بتاعه اللايرز الموجوده اللي عندك، بتروح على النت بتشوف الاركتكتشر بتاعه بيبدا مثلا بالسايز كذا، بعد كده بيعرف كونفوليوشن، بعد كده بيعرف بولينج، تمام، وتعرفي الموديل بتاعي. انا اقصد ان يعني انا اعرف ان الفرق بين الديب ليرنينج والماشين ليرنينج ان في الديب ليرنينج هو بيطلع الفيتشرز لوحده، ماشي، ما هو بيطلع الفيتشرز لوحده، دي قصه ماشي من الصومه دي، بناء على البال ايه اللايرز اللي انت بتعرفيها، دي اللايرز اللي انت بتعرفيها. ايوه على اساس اللايرز اللي انا بطلعها، ولا على اساس ان الموديل دي اصلا كان معمول لها هو تريننج الموديل، هو ال... لا هو الموديل ده اصلا هو عباره عن مجموعه من اللايرز، يعني انت اي موديل كده روحي اكتبي الاركتكتشر معمول بتاعه. لهم اصلا تريننج قبل كده؟ انا اقصد ان هم اتعمل لهم ترين اصلا قبل كده فبنستخدمه ما على هو اساس بس لا يطلعوا الفيتشر. ماشي، ده في حاله اللي انت اصلا عملتي ده بنسميه بقى البري ترين موديل، تمام، اللي انت بالظبط. بتتكلمي فيه ده هو اللي انا عندي موديل حاطط له تريننج. لكن انا في الكيس بتاعتنا لا، انت هيكون عندك الداتا سيت وانت هتعملي ترين على الداتا سيت الموجوده اللي عندك، تمام. تمام يا دكتور، هنظبطها، هجرب لان انا كنت دايما بستخدم المودلز الجاهزة فهجرب. لا، ما هو البري ترين موديل ده حاجه، وانا ممكن ما انا ممكن اخد البري ترين موديل واعمل له فاين تيون، يعني هو مثلا زي مثلا في حته الكلاسيفيكيشن للايمج مثلا، هو كان حاصل له ترين مثلا على الايمج نت داتا سيت مثلا، اه تمام، بالظبط، هو اصلا معمول له ترين فبدخله الداتا تمام، بتاعتي بس فبيطلع هو الفيتشرز هنا بقى دي على ماشي، الايمج نت ده. ما هو ده ما دي ده بيسميه الايه الجنرال فيتشرز، بيبدا يتعلم يجيب الايدج ازاي والكلام ده. بس انا بقى ممكن اعمل له حاجه اسمها الفاين تيون، بحيث ان هو يبدا يتعلم الايه الداتا سيت الجديده بتاعتي، انت فاهماني ازاي؟ بس فدي حاجه ودي حاجه، يعني انا ما ينفعش مثلا اجيب اللي هو الموديل اللي حصل له على ايمج نت ايه؟ يعني مسموح ان انا استخدمه على الايمج نت وبعد كده اديله الداتا الجديده بتاعتي؟ مش ما انت بتعملي كده فاين تيون، انت كده ما عملتيش اي حاجه برضو لسه، انت كده بتعملي حاجه اسمها فاين تيون، طيب ما ما عملتيش هيرجع اي يترن حاجه. تاني، يرجع يترن على الداتا بتاعتي. ماشي ماشي، ما احنا كده ما عملناش حاجه برضه. ماشي، حاول بس نركز ونفهم الحته دي زي ما انا بقول لك كده، يعني اقعدوا مع بعض واعملي سيرش عنها، ناخد بالنا من بين اللي انا بس بشغل الحاجه ومن بين اللي انا احاول افكر في اللي انا اعدل الاركتكشر، اعدل الموديل، اكومباين ما بين اكتر من حاجه عشان احسن البرفورمانس، مش اللي انا اروح اجيب حاجه رنها، دي فرق كبير يعني، تمام. هجيب حاجه رنها دي ممكن زي ما قلت لك كده، ممكن في 5 دقائق نرن 4 5 6 موديلز وهيرنوا، وده بيترين فاهمين ازاي؟ ماشي يا شباب، واضح كده ولا في حاجه تانية؟ طيب خلاص، انتوا كده بقى احمد ونورهان يبعتوا البرزنتيشن للناس دلوقتي، تمام؟ ماشي اوكي وبرضه لما تعمل لها ابديت يا احمد تبقى عشان الكاميرا ماتريكس. ماشي واحنا اوكي النقطه الثانيه كانت علينا كانت الكاليبريشن صح؟ في النقاط اللي انا اتكلمت فيها المره اللي فاتت. هذا الماستر دي واحده بس اشوف لكم تقريبا وصلنا اللي احنا هنتكلم كاليبريشن المره الجايه. مين بقى هيتكلم المره الجايه يا شباب؟ هيشرح المره الجايه. احنا عندنا كاميرا كاليبريشن المره الجايه، تمام. مش سامعين ولا ايه؟ ولا اختار راندوم؟ طب هو اللي هيشرح يا دكتور من التيمات اللي هي 3 3 اللي هيشرح المرة الجاية، ولا دول لا هيبقوا أسئلة لا لا، تانية؟ دول حاجة احنا زي ما احنا قلنا بقى، احنا عندنا 10 مواضيع عليكم انتوا الاثنين او 9 مواضيع، فدي حاجة ودي حاجة، احنا بنتكلم على الشرح ده حاجة تانية، ما دخلش خلاص الامور في بعضها بقى، تمام. احنا تمام. عندنا الموضوع الجاي كاميرا كاليبريشن، مين الاثنين بقى اللي هتكلموا فيها؟
هو كل المواضيع هتكون جديدة عليكم يعني، فالناس ولا اختار انا برضو، وانا مش عارف اختار في كل حاجة يعني. طيب اختار ولا ايه؟ هو لو اي حد دخل تيم يا دكتور ممكن يخش يعني، انا حاولت اخش تيم مع كذا حد كلهم معظمهم دخلوا، في اكتر من تيم اتكون، فلو في حد معاه تيم دلوقتي يخش ويعرفنا برضه، او برضه اللي دخلوا تيم يعرفونا برضه على الجروب عشان نعرف نخش مع حد، لان انا لغايه دلوقتي بعت لكذا حد محدش رد عليا او دخل تيم بس ما قالش. طيب ما هو التيمات يعني، انت قصدك على الاثنين يعني؟ اه الاثنين يا دكتور الاثنين مش التلاتة. طيب يعني انت عايز المره حد الجايه في رد تتكلم انت؟ وفي ما رد. طيب السيد يعني انت عايز تتكلم المره الجايه؟ تمام، عايز تشرح انت المره الجايه ومين معاك؟ اختار انا حد ولا ايه؟ مش مشكلة، أو ممكن أخش لوحدي يا دكتور مفيش مشكلة، بس إيه اللي التوبيك؟ ما احنا عندنا المره الجايه هنتكلم عن الكاميرا كاربيليشن. كاميرا كومبيليش مفيش مشكلة تمام، أنا ممكن أشرح كاليبريشن، لك. كاليبريشن كلم تمام تمام. تمام أحمد تدخل معايا أحمد ولا؟ دكتور هو انا بس المشكلة عندي ان انا هكشف في الجيش الاسبوع اللي جاي، فانا مش عارف هو انهي يوم هيبقى بالظبط، فمش عارف عشان الدنيا طيب متلخبطش معايا. بس طب نقول أحمد جمال. طيب أحمد جمال ايوه مع حضرتك يا دكتور تمام تدخل معاه ولا ايه؟ اه تمام هو انا افضل اخش لوحدي يا دكتور لو امكن، لو حضرتك شايف ان هو مناسب يعني. طيب ما احنا عايزين بس خلي بالك انت عندك هتتكلم على الديستورشن تايبس، انت فاهمني ازاي؟ وهتتكلم على لان طبعا احنا من ضمن الكاليبريشن اللي احنا بنستخدمها عشان نهندل الديستورشن اللي بيحصل في الكاميرا، فعندك كذا نقطة هتتكلم فيها. فانت لو عايز تدخل لوحدك مفيش مشكلة، واحمد جمال يبقى المرة اللي بعدها. فانت برضه هتحاول تحضر برزنتيشن فرنج حوالي ساعة الا ربع يعني، تغطي تكفر الايه الموضوع كامل يعني. مفيش مشكلة، ممكن حضرتك بس استاذن حضرتك تبعت لي التوبكس المعينة اللي انا هتكلم فيها برضه عشان ما ابقاش بتكلم في حاجة شاملة او اسقط حاجة لا زي ما انا بقى انت بص انت بقى هي دي هتاخد الفكرة يا الموضوع. محمد، انا انت بقول له بقى بص اللي قصده يا دكتور، لا قصده يا دكتور ان انت يا محمد على الاقل مثلا لما يبقى معاك حد فانت المفروض هتشوف اكتر من توبيك، لان انت هتبقى الموديل مشابه معاك، فانت هتحتار كتير عشان تعمل كبرزنتيشن، فمنها انت برضه هتستفيد ان انت هتدور على حاجات والشخص اللي معاك برضه هيدور على حاجات، وفي الاخر انتوا تتناقشوا مع الاثنين بعض. هترجعوا هتتناقشوا مع بعض، ترجع تعمل برزنتيشن كويس عن اللي انت شفته بس عشان بالظبط ما يبقاش زي ما هو التوبيك بيقول بس تقيل كده، عليك لأن يعني، المناقشة كانت مفيدة فعلا. بحيث كمان انت هتستفيد واللي معاك هيستفيد والتوبكس كلها تبقى متقسمة علينا يعني، فاهم؟ طيب ماشي، أنا بعت بس محدش دخل معانا، خلاص بعت محدش دخل أصلا. ما انا بقول لك احمد جمال هو ده هيدخل معاك، ولا كان انا قلت احمد جمال ولا مين؟ صح؟ اه بالظبط يا دكتور، اه بالظبط. امال احمد جمال سكت ليه ما ردش؟ انا رديت والله، بس انا هروح يعني طيب هشرح ماشي، المره الجايه ولا ما اخليها اللي بعدها احسن. ما انتوا الاثنين، ما انتوا الاثنين مع بعض بقى، انتوا الاثنين مع بعض يعني، انتوا الاثنين في الكاميرا كاليبريشن انت والسيد، تمام؟ حاولوا تتواصلوا مع بعض، تمام؟ وقبل البرزنتيشن برضو بيومين كده ولا حاجه تبعتوا لي الايه الحاجه، تمام؟ تمام اوكي ماشي ماشي، انا بعت لك الموضوع الايه الكاميرا كاليبريشن، تمام؟ ماشي يا شباب، واضح؟ واضح يا دكتور، تمام تمام يا دكتور، خلاص تمام ماشي ماشي، يلا تصبحوا على خير. شكرا لك، مش شكرا يا دكتور.